وإذا بنعيد تاني اللحظة لحضراتكم استلام كأس بطولة منطقة القاهرة من الأستاذ محمد سراج الدين والأستاذ محمد الضماطي والأستاذ طارق قنديل والأستاذ محمد الجرحي أعضاء مجلس إدارة. دينا عمرو استلمت الكأس، لحظة جميلة طبعا، هي عايزة تاخد الكأس بسرعة عشان تروح على فرقتها، عايزة تحتفل يعني. وخلي طبعا، وخلينا نقول انه يعني لحظات بتبقى حلوه جدا. تاني بطوله في اقل من شهر، دوري المرتبط، بطوله القاهره، خلينا نقول انه مجهود في الاخر بيتوج بالمكسب، بيبقى احلى حاجه. طيب خلينا نروح للملعب، الزميل كاميرا احمد يعني مجهزين لنا بعض اللقاءات، خلينا نروح لارض الملعب نشوف اللقاءات وارجع لكم. اليوم مجهود رائع النهارده ومباراه جميله، ودايما كده في تتويجات دايما للنادي الاهلي. اما بتتوجوا او بتكرموا الابطال بينعكس عليهم بشكل كبير، بيبقى عندهم حافز كبير جدا. بتشوف ده ازاي لما توجتوا قبل كده البطلات امبارح في الاسكواش والنهارده ان شاء الله كمان في الكرسي؟ دايما يا رب كده في افراح دايما، واحنا موجودين جنب كل الالعاب، ده هدفنا من اول الانتخابات ان احنا ندعم كل الالعاب اللي عندنا، وشايفين ان في استجابه والناس فرحانه بالتواجد، وان شاء الله في تقدم مستمر باذن الله. ربنا يخليك يا كريم، شكرا. مستمرين معاكم.